أهلا بكم في الدرس الأول، وهذه المقدمة تمهيدية من دورتنا الجديدة التي تحمل عنوان Ideas, Creativity and Civilization، الأفكار والإبداع والحضارة. وهنا سوف نقوم بالتركيز على الأفكار التي أدى بعضها إلى الاختراعات التي نقوم باستخدامها في حياتنا الحالية، أو مثلا الأفكار التي لم يسمع بها الكثير ولم تبصر النور. ولكن الاهتمام بهذه المواضيع التي تربط الماضي بالحاضر ليس الغاية منها أن نقوم بالعودة إلى الماضي وأن نقوم مثلا باستخدام الاختراعات التي أصبحت الآن قديمة وغير مستخدمة، وإنما الاهتمام بالأفكار التي أدت إلى اختراعها وأدت إلى ابتكارها. وذلك لأن الإبداع يأتي من فكرة، وعندما نقوم بتطبيق هذه الأفكار تنشأ الحضارة. فهنا مثلا إذا أردنا القيام بالاستعلام عن الاتصالات الأولية التي بدأت بهذا الشكل، ومن ثم أخذت بتطور شيئا فشيئا وأصبحت بهذا الشكل، هي خط ثابت ولكن لاسلكي، ومن ثم أصبحنا نقوم باستخدام الهواتف الجوالة، ربما غير ملونة ولكن إلى حد ما هي قفزة نوعية في عالم الاتصالات، وبعدها نقوم باستخدام السمارت فون والتي تعتمد على اللمس والتاتش، ومن ثم أصبحنا نرى الهواتف القابلة للطي. فهذه الأفكار التي تدرجت بنيت على الأفكار والأجهزة التي تسبقها، ولم نحصل على المنتج النهائي إلا عندما مررنا في جميع هذه التجارب. لذلك هنا إذا امتلكنا ماضي ثابت وراسخ نستطيع القيام بالقفز إلى المستقبل بثقة وبوثب عالي، وهذا من شأنه أيضا أن يؤدي إلى اختراعات جديدة وإلى أفكار مستنبطة من الأفكار السابقة، ولتؤدي إلى مزيد من الحضارة ومزيد من الإبداع. لذلك في هذه الدورة سوف نقوم بطرح الأفكار وطرح الأجهزة الأولية التي أدت إلى الاختراعات التي نقوم باستخدامها الآن، رغم أن هذه الأجهزة عندما نراها تكون بسيطة جدا، والفانكشناليتي والخدمات الوظيفية التي تقدمها أيضا بسيطة للغاية، ولكن التدرج في هذا المنحى أدى إلى هذه الاختراعات المعقدة. وأيضا سوف نقوم بطرح بعض الأفكار التي ربما تكون غير شائعة، ولكن هناك مخيلة إبداعية أدت إلى اختراعها. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المقدمة. أرجو أن تنال هذه الدورة إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.